مع انخفاض كثافة الحياة النباتية على الإبل أن تضاعف المسافة التي تقطعها في اليوم، ولا بد من حمل بعض صغارها التي لا تستطيع مجاراة القطيع. هذه الناقة على وشك الوضع، فهذا هو موسم الولادة، وما كان له أن يأتي في وقت أسوأ. لكي لا يتعطل تقدم القطيع، تدفع الناقة إلى الأمام إلى أن يحين موعد الوضع. ونظراً لشح الكلاء في هذه المنطقة، وجب على الإبل أن تقطع 40 كيلومتراً في اليوم لتجتاز التضاريس الصعبة قبل الوصول إلى حيث تتوفر المراعي. وبينما تضع الناقة وليدها، يخطط راعيها لنوع من التمويه، إذ يستبدل الحاشي بآخر عمره أسبوع، وذلك لضمان استمرار الناقة في در الحليب فيما لو لم تكتب الحياة للحاشي الوليد نظراً لمشقات الرحلة. وهكذا يبعد الوليد الجديد عن النظر قبل أن تراه أمه، ثم يقدم الحاشي الذي عمره أسبوع وقد كسي بمشيمة الوليد الجديد إلى الناقة التي سوف تتبناه. الأم الحقيقية تدور حول حاشيها معربة عن ارتيابها. في هذه الأثناء يؤخذ الحاشي الوليد إلى الشاحنة، إذ سيربى باليد إلى أن يصبح قادراً على مجاراة القطيع. لكن هذا التمويه لن ينجح إلى أن تسمح الأم المتبنية للحاشي بالرضاعة. وأخيراً يبدأ في الرضاعة وتتحقق الرابطة، إذ أن أمه المتبنية ستدر الحليب له ولراعيها طوال العامين القادمين. لقد هيمن الجمل على الصحراء لأكثر من 4000 سنة،